اللي كانت جيدة وجميلة مع ناس طيبين. خرجنا من الجمعة تقريبا حتى اليوم يوم الاثنين، قبل ما نغادروا قدرنا اننا نطلعوا نياغارا فولز اللي قريبة هي من ميريكان، مدينة صغيرة لكن مدينة سياحية كتحتوي على مجموعة من المناظر الطبيعية الخلابة اللي غنخليكم معها تشوفوا بعينكم. اش نقول لكم، منظر جميل ورائع اللي غادي نتقاسمه معكم. خوتي كنتمنى ان جميع الحلقات اللي مرت في مقاطعة اونتاريو تكون نفعت الناس اللي ناوين انهم يهاجروا الى هذه المقاطعة. دزنا مجموعة من المدن، اعطيتكم مجموعة من المعلومات على هذه المدن، كنتمنى ان كل واحد يستفد، وكنتمنى ان المعلومات تاع السكن الشغل تاع كيفية انك تأقلم مع كل مدينة. كاين مجموعة من المدن الصغرى اللي مرينا بها مثلا وينسر، وكاين المدن الكبرى اللي صعيب 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 انك تعيش فيها. هذا الرأي ديالي الشخصي، يقد يكون خاطئ، لكن صعيب انك تعيش في مدن كبيرة لان الوتيرة فيها سريعة سريعة جدا. كان هنا تلخيص على اهم المراحل اللي مريت بها في هذه الخرجة. غادي نخليكم مع هذه المناظر الطبيعية من مدينة نياغارا فولز. نخليكم مع هاد اللقطات ومع هاد الصور، ونقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه منطقة سياحية، مجموعة من السياح في هنا، منطقة عالمية لأنها فيها مجموعة من الخدمات بالنسبة للأطفال، بالنسبة للناس اللي كيزوروا هذه المدينة. عشان نقول لكم، خليكم مع هذه الصور مع الشلالات، شلالات نياغارا فولز.
تنسوا الاشتراك الاعجاب ونشر هذا الفيديو حتى تعم الفائدة مع الضغط على زر الجرس. بالنسبة للناس الجداد شاركوا في هذه القناة، دعموها بلايك، ما تنسوش اخوتي لايك، وشكرا للمشاهدين وشكرا للناس اللي تسجلوا وشاركوا في القناة ديالي. السلام عليكم.